لكي تلقى الاله قرير عيني فان النار ليس تمس جسما عليه غُبَابًا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الخلق ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين تطل علينا ذكرى عظيمه على قلوبنا وعلى قلب رسول الله صلى الله عليه واله وعلى قلب اهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وهي ذكرى اربعينيه سيد الشهداء الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لهذه الذكرى المكانه الكبيره في نفوس المؤمنين الابرار وقد توارثوا هذه المكانه عن اهل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم اجمعين. اذا لاحظنا حدث الاربعين وزياره الاربعين نجد هذا اليوم ان زياره الاربعين تشكل الظاهره الانسانيه البشريه الكبرى والظاهره في نفس الوقت الظاهره العقائديه وفي نفس الوقت ظاهرة الشعائر الحسينية المتمثلة في هذه الزيارة التي يتوافد فيها الملايين من المحبين لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتوافدون إلى زيارته ولإظهار حبهم وولائهم وحزنهم وعزائهم في بقعة الحدث ألا وهي أرض كربلاء المقدسة، وتزدهر في هذه الأيام شعيرة المشي إلى سيد الشهداء من النجف الأشرف إلى كربلاء، ومن جميع مناطق العراق بل من جميع مناطق الدنيا والأرض كلهم يتوجهون بقلوب متلهفة حزينة الى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في ذكرى اربعينيته يحدوهم الامل في قبول اعمالهم امام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان هؤلاء الذين صمدوا من اراضيهم وتوجهوا الى تلك البقعه الطاهره خرجوا كان خروجهم لله سبحانه وتعالى وعزاء لرسول الله صلى الله عليه واله ولاهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اذا هذه الظاهره الكبيره التي نشهدها في هذا الزمن وكنا نشهدها قبل هذا اليوم من يوم استشهد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والى اليوم هذه الظاهرة ظاهرة قل نظيرها وقل وجودها في المجتمعات البشرية رغم تجاهل وسائل الاعلام وتزج... وتجاهل ارباب الاخبار والمهتمين في هذا الحدث غالبا في امثال هذا الحدث نجد انهم يتجاهلون هذا الحدث الكبير الذي يفرض نفسه و يقول كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في ذكرى أربعينيته. هنا من باب المقدمة يجب علينا أن نبين خصوصية هذا الحدث. خصوصية حدث الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحركة الإمام الحسين صلوات الله عليه. فالخصوصية تتفجر من كل جوانب هذا الحدث العظيم الا وهو خروج سيد الشهداء صلوات الله وسلامه خروج سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه واربعينيه الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا التوافد وهذا الزخم الذي حرك الزائرين الى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يجب ان يحرك جميع المسلمين ويحرك كل من ينتمي الى مدرسه الاسلام وكل من ينتمي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، بل كل من ينتمي الى قيم الانسانيه، باعتبار ان هذه الحركه تمتاز وتختص بخصوصيات ليست في غيرها، ولهذا وجدت سبيلها للامتداد والبقاء ودوام البقاء. الخصوصية الأولى في بطل الحدث المحرك الأول لهذه الجماهير العظيمة ألا وهو سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه الحسين بن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين هو السبط سبط النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وهو خامس اصحاب الكساء رصيد الامام الحسين صلوات الله عليه وسلامه عليه رصيد كبير في القران الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم الامام الحسين يقتطع جزء عظيم من التراث الديني من التراث العقائدي فالامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبه لائحه في آيات القرآن الكريم وفي السيره النبويه الشريفه لا خلاف بين المسلمين في عظمه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فهو بطل آية التطهير وهو بطل آية المباهله والحسين صلوات الله وسلامه عليه هو بطل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو ذاك الذي روى المسلمون قول النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول فيه: حسين مني وانا من حسين وهو القائل صلى الله عليه واله وسلم الحسن والحسين امامان قام او قعدا الى ما لا مزيد عليه مما رواه المسلمون في فضل سيد الشهداء الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اذا الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تلك الشخصيه الممتازه المحاطه بهاله مميزه ومخصوصه من القدس والتميز. الامام الحسين سلام الله عليه جده النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. أبوه الإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أخوه الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أولاده أئمة أبرار أوصياء النبي صلى الله عليه واله وسلم من بشر بهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وحكى تاريخهم ومجدهم القادم يبداهم الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ويختمهم الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه فلا توجد مثل هذه الشخصيه في تاريخ الدنيا، شخص جده معصوم وابوه معصوم وامه معصومه واخوه معصوم واولاده تسعه معصومون ائمه بشر بهم النبي وهم الامراء والخلفاء والنقباء لنبينا نبي الاسلام صلى الله عليه واله. اذا القضيه قضيه كربلاء وعاشوراء والاربعينيه اختصت ببطلها بصاحبها وهو الحسين ذو الشخصيه المتميزه العملاقه وتميز كذلك في خصوصيه الحدث وهو حدث يوم عاشوراء وحدث مقتل الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكل ابعاده الانسانيه وابعاده التاريخيه وابعاده العقائديه حيث توظفت كل هذه العوامل يوم عاشوراء لتجعل من هذا الحدث وهو مقتل الامام الحسين سلام الله عليه حدثا متميزا يجلب الانتباه ويلفت الانظار من القريب والبعيد يلفت نظر الانسان فهي قضيه انسانيه لم تمر حادثه في سمع الدهر تجلب العاطفه الانسانيه وتثير العاطفه والاحاسيس الانسانيه بضراوه الشجاء مثل حادثه الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقضيه تضرب على وتر الانسانيه وقضيه تضرب على الوتر العقائدي وقضيه تضرب على الوتر الديني فهي قضيه الانسان وقضية المسلم وقضية المؤمن كتب الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم عليه في وجه الطاغية في وجه تلك الطغمة التي التي خرج الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم عليه ليقوض بسلطانها كتب لا أمامها بحجمه صلوات الله وسلامه عليه فأتت هذه الحركة وكلها ونمت وازدهرت وهنا الخصوصيه الثالثه في امتداد تلك الحركه التي قام بها الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقد كانت بتخطيط واراده سماويه ممتازه وخطط الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لنماء هذه الحركه ولبقائها فتيه باقيه عبر السنوات لا يتعرض لها النسيان ولا يقف في طريقها اي ظرف من الظروف هي قضيه باقيه وقضيه خالده باقيه ما بقي الدهر انست رزيتكم رزايانا التي خلفت التي سلفت وهونت الرزايا الاتيه وفجائع الايام تبقى مده وتزول وهي الى القيامة باقية أراد الحسين صلوات الله وسلامه عليه لهذه الحركة أن تكون باقية أن تكون خالدة لأنه صلوات الله وسلامه عليه وظف فيها البرهان ووظف فيها المشاعر والعاطفة هو الذي دعا شيعته لزيارته ودعا محبيه للبكاء عليه فضمن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه استمرار القضيه واستمرار الحدث فبقيت كربلاء خالده على مر الاجيال والعصور والدهور لما خطط له الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وما اراده الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عبر رساله الشعائر الحسينيه التي ضمنت بقاء حركه الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونجح مشروع الشعائر الحسينية مشروع الشعائر الحسينية الذي خطط له سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وضمن بقاءه واستمراريته بعطاء شيعته الأبرار الذين حملوا على عواتقهم ثقل هذه الدعوة وإكمال مسيرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وضمن بذلك بقاء تلك الشعائر عبر وجود هذا الزخم الهائل من الشيعه جيلا بعد جيل حملوا على عواتقهم ذلك الثقل الكبير وكان لشعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه ان تبقى لان هذا الطائر الهائل طار بجناحين جناح ماضي الحسين جناح الحدث الكبير كربلاء التي وقعت واقعتها واثرت على المشاعر واثرت على النفوس وكان لتاثيرها ذلك الهول الكبير وتلك الاصداء الكبيره قبل شهاده سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بمئات السنين حيث كان الانبياء يتداولون خبر مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ويعظمونه ويذكره موسى في مناجاته مع الله سبحانه وتعالى ويذكره نوح على السفينه ويذكره ابراهيم وغيره من الانبياء. اما بعد مقتل سيد الشهداء الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقد اخذت هذه الاصداء اصداء الشعائر الحسينيه حملها الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حاملا ثقل احزانها هو وعقيله الطالبيين زينب بنت امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم الائمه اماما بعد امام راحوا يشيدون بواقعه كربلاء وبأحزان كربلاء وبيوم عاشوراء حتى صارت الشعائر الحسينيه جزءا مقوما من وجدان الشيعه الابرار هذا ماضي الشعائر الحسينيه ماضي ما تحمله النفوس من الشعائر الحسينيه اما الجناح الاخر هو ما تستقبله الشعائر الحسينيه وهو التهيؤ وهو التهيؤ لمقدم ولي الله الاعظم الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فالامام المهدي هو طالب دم الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، جاء في تاويل قوله جل وعلا: "ومن يقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا"، والمقصود هو الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الذي يقوم لدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عليه اذا هذه الشعائر التي ارتبطت بماض كماضي عاشوراء وارتبطت بمستقبل كالمهدي صلوات الله وسلامه عليه وضعت اقدامها على ارض صلبه لا يمكن ان تتراخى ولا يمكن ان تتلاشى او يعرى غصونها الذبول في يوم من الايام ومن هنا نجد هؤلاء الواهمين نجد هؤلاء الذين يحاربون شعائر الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الزمن وقبل هذا الزمن ومن المؤسف ان اقول نحن في حقبه زمنيه قد حدت الحرب اسنانها ضد الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وضد شعائره فنحن في زمن التشكيك وزمن الحرب وقد ذكر اهل اهل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم ذلك فان اثرت تلك الحركات وتلك الاقاويل في بعض من الناس فان المؤمنين الصامدين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واختارهم الحسين لنصرته يحملون الشعار جيلا بعد جيل يعطي الاب ولده تلك الرايه ليحملها لا يؤثر فيه قول القائلين ولا ارجاف المرجفين اذا الشعائر الحسينيه بما تحمل من القيم والعقيده والدين هي المختبر هي الميزان هي المقياس هي الاساس التي نختبر الناس عليها، التي من خلالها هي المجهر الذي نميز العالم من خلالها ونميز الجاهل من خلالها ونعرف حقيقه التوجهات وحقيقه التيارات وحقيقه الاشخاص بانتمائهم وصلتهم بالامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عبر ايامه وعبر شعائره وعبر اربعينيته صلوات الله وسلامه عليه. هنا ننتقل الى نقطه مهمه وهي زياره الامام زياره الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فيمكننا أن نعتبر إذا رجعنا إلى النصوص الكثيرة الواردة في فضل الإمام الحسين صلوات الله وسلم عليه وتاريخ الإمام الحسين ومناقب الإمام الحسين يمكننا أن نعتبر أن زيارة الإمام الحسين من أول الشعائر التي نص عليها أهل البيت صلوات الله وسلم عليهم أجمعين ربطا منهم بحدث الطف. وبحدث عاشوراء ربطوا شيعتهم بموقع الحدث لان الزائر اذا زار الامام الحسين عليه السلام في موقع الحدث وفي ارض كربلاء فانه سوف يقف على ارض الواقعه فيراها متجسمه امام عينيه، يرى قبر الحسين عليه السلام، ها هنا قبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وعند رجله ولده علي الاكبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى صدره رضيعه عبد الله عليه السلام وها حبيب بن مظاهر الاسدي وها هنا اصحاب الحسين سلام الله عليه واهل بيته وليس بالبعيد عنهم قبر ابي الفضل العباس حامل لواء الحسين عليه السلام وليس بالبعيد عن قبر الحسين التل الذي وقفت عليه العقيله زينب يوم عاشوراء وليس بعيدا عن التل مخيم الحسين الذي كان يحتوي ثقله واسرته وعائلته التي عانت ما عانت من الشدات والويلات في يوم عاشوراء وبعد عاشوراء الى ان رجعت العائلة في مثل أيام الأربعين إلى أرض كربلاء إذا كربلاء هي الحدث هي الحدث الكبير الحدث العملاق ولا بد لنا إذا أحببنا أهل البيت ونحن محبون لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مهما كان انتماؤنا ومهما كان لوننا ومهما كانت أعراقنا لا بد لنا ان نرتبط بارض هذا الحدث هذا الحدث الكبير وارض كربلاء كربلاء التي احتوت هذا الحدث والتي اقلت تلك الاجساد الطاهره الطيبه جسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه واهل بيته الطيبين الطاهرين تختزل زياره الحسين صلوات الله وسلامه عليه كل الشعائر الحسينيه المرتبطه بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه انما دفع اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه الى الزياره ربطا بين شيعتهم الابرار وبين الارض التي جرى عليها ذلك الحدث وحتى يرتبطوا بمشروع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه, عليه لا بد أن يرتبطوا بتلك الأرض كما أسلفت قبل قليل هذا أولا ثانيا لا بد أن يمارسون عمليا تلك الطقوس وتلك الشعائر وتلك العادات التي يظهرون بها حبهم وولاءهم ومودتهم وعزاءهم وكان اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين يراقبون ذلك الحدث كما ان هذا الحدث اليوم اقطع انه في بعين ولي الله الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فكان الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسال الوفود عن قبر الحسين عليه السلام وكانوا يحدثونه يقولون له كربلاء عامرة بالزوار ما بين زائر يزور وما بين قاص يقص وما بين راث يرثي هي هذه كربلاء موطن الحدث وهي التي تشد اللحمه بين المؤمنين الذين لا يجمعهم الا الحسين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بغض النظر عن توجهاتهم عن انتمائهم عما يعتقدون هم يجتمعون تحت قبه الحسين وتحت سماء الحسين في ارض الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء ليقولوا للامام الحسين عليه السلام نحن تحت لوائك ونحن من محبيك ونحن مستعدون كل الاستعداد لنضحي بين يديك ونبذل النفس رخيصه بين يديك يا أبا عبد الله. هنا نقطة أخيرة في هذا اللقاء وهي خصوصية زيارة الأربعين، تحدثنا عن الزيارة وقد وردت الروايات في فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام بما لا مزيد عليه. وفي خصوص زيارة الأربعين وردت الرواية كما في التهذيب يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الظرف في ذلك الظرف العصيب وهو ظرف الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه عد خمسا من علامات المؤمن علامات المؤمنين السمات التي تميز المؤمنين عن غيرهم ما ينبغي ان يلتزم به المؤمنون ما يجب ان يكون علامه ويكون سمه واضحه ودلاله على المؤمنين يذكر امورا ثم يقول وزياره الاربعين اي زياره الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقد ورد في روايات انه ليس في ترك زياره الامام الحسين عذر لأحد وفي هذه الرواية عدها الإمام العسكري من علامات المؤمن ومن سمات المؤمنين وهي زيارة الأربعين أربعين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قد يسأل سائل أنه خصوصية زيارة الأربعين على تلك الزيارات الأخرى لأن الإمام الحسين ورد في فضل زيارته في ليالي القدر في العيدين في النصف من شعبان في يوم عاشوراء ولكن زيارة الأربعين ونحن نراها بالوجدان نحن نتأثر ونحضر في زيارة الأربعين ونشعر بخصوصية زيارة الأربعين ويشعر المؤمنون كذلك بخصوصية زيارة الأربعين فإذا أردنا أن نضم المؤثرات ونحكي قصة الوجدان في خصوصية زيارة الأربعين على سائر الزيارات المنصوصة المستحبة الواردة أولا استيعاب الصدمة كأنه يحتاج المؤمنون من بعد يوم عاشوراء إلى مرحلة وإلى مدة لاستيعاب هذا الحدث علهم يفيقون من صدمته علهم يفهمون أو يعرفون أو يفقهون بعض المصاب الذي جرى يوم عاشوراء كأن المؤمن يحتاج إلى أربعين يوم ومعنى الأربعين هو الفارق بين يوم عاشوراء والعشرين من صفر يحتاج المؤمنون إلى أربعين يوم يستوعبون فيه هذا الحدث وطبعا يكون الشيعة عادة غالبا في كل مكان، في كل دولة، في كل قطر. يكونون في هذه الفترة من أول محرم وحتى الأربعين يكونون غارقين في السواد وغارقين في العزاء. في عزاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعادة من يغرق في العزاء أيها الأحبة لا يستوعب الحدث. كما انه الانسان حينما يقف في عزاء من يحب يسلو العزاء وينشغل عن المصيبه بالمعزين قادمين ورائحين لعله في ايام عاشوراء يبتلي خصوصا اصحاب العزاء من يرفعون الرايه من يقيمون المآتم ينشغلون بالعزاء احيانا عن التفكر في هول المصيبة واستيعاب تلك الصدمة لكنهم بعد أربعين يوم يعودون لاستيعاب هذه الأزمة خصوصا هذه المصيبة هذه القضية الكبرى ثم أنهم يأتون وقد وضعت مجالسهم أوزارها قد قضوا ما عليهم من أداء حق الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يشغلهم إلا الحزن على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يأتون كربلاء بأشجانهم وأحزانهم إذا هم يفيقون من الصدمة وبالتالي ننتقل إلى النقطة الأخرى فيعبرون عن كوامر عن كوامن نفوسهم حينما تتفجر على شكل شعائر يظهرونها بين باكن يبكي. وبين حزين لاطم وبين من يمثل مسرحا عاما كربلاء كربلاء تكون في يوم الاربعين مسرح عام يمثل واقعه الطف في بعض فصولها وهكذا تتع يعني تتشكل اشكال كثيره من انواع العزاء في يوم الأربعين وكل المؤمنين وكل المؤمنين يصطفون صفا واحدا يظهرون العزاء في أرض كربلاء في أربعين الإمام الحسين يجسدون الحدث يواسون الحسين عليه السلام ويجسدون الحدث على أرض الحدث النقطة الثالثة يرسخون بذلك الهوية الدينيه، الهويه المنتميه الى الحسين الى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى انصاره واهل بيته ويشتركون مع الامام الحسين في مشروع واحد، في قضيه واحده، اذا في يوم الاربعين يلتحم الشيعه بقضيه الحسين وبمشاعر الحسين وبشعائره وبالطقوس المحسوبة عليه المنتمية إليه صلوات الله وسلامه عليه بكل لسان وبكل كيفية وبكل عرق وبكل إمكانياتهم رابعا الشيعة في يوم الأربعين يتأسون بجابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل الذي قصد ارض كربلاء ولابد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اخبره برجوع الامام زين العابدين وسائر النسوه من السبي من الكوفه ومنها الى الشام ومنها الى كربلاء فالامام زين العابدين سلام الله عليه عاد والجابر بن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه كان في استقباله يزور الامام الحسين عليه السلام يقول لغلامه عطيه العوفي او الى صاحبه عطيه العوفي وهنا يخط جابر بن عبد الله الانصاري الطريق الى زوار الامام الحسين وشعيره المشي يقول له يا عطية أقصر خطاك فإن لنا بكل خطوة عشر حسنات أقصر خطاك فإن لنا بكل خطوة عشر حسنات جابر بن عبد الله الأنصاري يزور الحسين يوم الأربعين ونحن نتأسى بجابر بن عبد الله الأنصاري وكذلك نتأسى بزينب وأخوات زينب الذين جاءوا من سبي الذله الذين جاءوا من الشام ليقفوا بين يدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه زائرين بين يديه ونسال الله عز وجل ان يوفقنا لتعزيه السيده زينب روحي لها الفداء والامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وسائر اهل البيت في ذكرى اربعينيه الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونسال الله عز وجل بحق الحسين المظلوم الغريب ان لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والاخره، ان يرزقنا في الدنيا زيارته، وفي الدنيا اقامه شعائره، والحضور في مجالسه، ويرزقنا في الاخره شفاعته انه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين